السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة نتكلم عن الدبلومة المعمارية المقدمة من انجيوسوفت اللي هتبدأ تنزل الفيديوهات بتاعتها الفترة الجاية. ايه هي الدبلومة وايه هي انجيوسوفت وبعض الاسئلة كده تعالوا نتكلم عليها في الفيديو ده. اول حاجة، ايه هو مكتب انجيوسوفت للتدريب والاستشارات الهندسية؟ مكتب انجيوسوفت هو مكتب للتدريب الهندسي لينا فيه فروع في السعودية وفي مصر وفي الامارات وفي كذا دولة عربية. احنا هنا ايه اللي يفرقنا عن اي مركز تاني؟ ده برضو من ضمن الحاجات اللي هنتكلم عليها في الفيديو ده. طيب ايه هي بقى الدبلومة المعمارية اللي احنا اصلا النهاردة جايين ندرسها؟ تكون من اكتر من كورس. المهندس لما بيتخرج او لسه وعايز يبدا يحضر نفسه لسوق العمل، محتاج ان هو مش بس يعتمد على الجامعه او مش بس يعتمد على الكورسات النظريه، محتاج برضو شويه كورسات عمليه عشان تقدر تساعده في سوق العمل، سواء كان هيشتغل في اتجاه التصميم او في اتجاه التنفيذ او في اتجاه الشوب دروينج. احنا هنا في مكتب انجيوسوفت بنقدم اكتر من دبلومه، بس بنفصل كل مهندس لوحده. ليه؟ ما ينفعش يبقى المهندس المعماري قاعد جنب المهندس المدني في نفس كورس، او المهندس المعماري قاعد جنب مهندس الميكانيكا، لان ده اكيد ليه اسئله مختلفه عن الاسئله دي. عشان كده فصلنا كل الكورسات وحضرنا دبلومه لكل مهندس. النهارده اللي هنتكلم فيها هي الدبلومه المعماريه. الدبلومه المعماريه هندرس فيها حاجه اسمها الاوتوكاد، وبعد كده هندرس حاجه اسمها الريفيت بلس، عليها هننزل عليه بلوجن اسمه الفيري، وبعد كده هندرس كورس اسمه ماكس، وبعد كده هندرس كورس اسمه الفوتوشوب. كل دول هيبقوا اخر اصدار ان شاء الله باذن الله. الدبلومه دي مش بس ان احنا هنشرح فيها الكورس، لا، احنا مش عايزين كورس تقليدي بنفس الفكر القديم، لا، احنا عايزين حاجه المره دي مختلفه. تعالوا الاول في اول سؤال لينا، ليه هنختار انجيوسوفت؟ انجيوسوفت بتقدم ليك دبلومه معماريه، يعني انت هتبدا تدرس عماره، هنرتب لك الكورسات بتاعتك على حسب الاستفاده بتاعتك، نبدا نخرجك على الكورسات اللي السوق محتاجها.